سعيد مستمعتنا، مرحبا بكم معنا دائما على راديو أصوات وبرنامجكم حديث ومغزل. تحق بيا في الاستوديو الدكتور عماد ميزاب، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب، رئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. صباح النور دكتور عماد. صباح الخير اختي سناء، وتحية طيبة ليك ولجميع الأخوات اللي كينورونا في هذا اللقاء هذا. نتمنى إن شاء الله دائما صباحهم يكون بخير وجمال على جمال إن شاء الله الرحمن الرحيم. دكتور عماد، احنا اليوم غادي نتكلموا معاك على البودرة ديال اللؤلؤ أو لا بودغ دو بيرل. نعم. مادة اللي دخلت الأسواق المغربية، سبقنا طبعا نتكلمنا عليها في البرنامج، ولكن غادي نعاود نرجعوا نتكلموا عليها، على منافعها، على طريقة الاستعمال ديالها. وكنذكر بأننا اليوم أيضا غادي نفتحوا المجال لاستقبال أسئلتكم مستمعتنا على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. من بعد الحصة المفيدة البارح اللي تقاسمنا معكم حول التلقيح ضد الكوفيد 19، اليوم غادي نجاوبوا على أسئلتكم، ودكتور عماد طبعا مستعد باش يقدم لك لالا على حسب الطلب وعلى حسب الحاجة ديالك لكل سيدة أكيد وصفة ملائمة. 05 22 77 24 24. كنبغي نرحب بكم أيضا مستمعتنا اللي كتابعونا عبر لايف جديد والصفحة الرسمية الأصلية ديالي ديال الفيسبوك سناء الزعيم أصوات. شكرا لكم، ما توخروش على لي لايك وبارتاجيو أيضا معنا هاد لا فيديو. طيب دكتور عماد، غادي نتكلموا أكيد على هاد لا بيرل، ولكن بداية أعتقد أنك بغيتي توجه بدورك تعزية. أكيد أكيد كنبلغ التعازي الحر الأسر ديال 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 الناس اللي توفات في هاد الظروف وفي هاد الفاجعة هادي، وكنتمنى ان بحال هاد الامور ما تعاودش تتكرر. علاش؟ لان كتحس في القلب، وكتحس في قلبنا احنا بجميع المعايير وبجميع المقاييس كناس اللي كمسلمين كبلد اللي عنده كناس يعني كبلد اللي احنا ما خصناش نخليه بحال هاد الامور هذه اللي فعلا امور وصبح العالم كامل كيهضر عليها. فهذا الشيء كنتمنى انه ما يتكررش، وان يتخذوا جميع التدابير اللازمه باش نوليو نحميو الحقوق ديال هاد الناس ديال هاد العاملين اللي عشت هاد الامور هذه وشفتها، اللي كيعيشوا في واحد الظروف اللي صعيبه بزاف، وحنا كنشوفوا دابا هاد الكارثه، نقول كارثه، ونتمنى من الله ان هاد الشيء ما يتكررش، والله ان شاء الله يسكنهم فسيح الجنات ويجعلهم ان شاء الله من الشهداء يا رب. أكيد، وكنعاود نأكد أنه أصوات واكبت طبعا هذا الحدث المحزن والمؤلم اللي فجع قلوب المغاربة من أمس، ومازال إن شاء الله غادي نواكبوه من خلال نشرات الأخبار وهيئة التحرير، ولكن أيضا من خلال برنامجكم مالين صباح اللي تصنتنا وتابعنا في هذا الصباح مباشرة رفقة الفريق الجميل هانيا عمر وزكريا. شهادتكم، آرائكم، اقتراحاتكم باش انه مثل هاد الحوادث المؤلمه وهاد الفواجع ما تعاودش ترا. كنتمنوا فعلا انه يكون درس ولو مرير، وانه ما يعاودش هاد الشيء يتكرر مره اخرى. حنايا طبعا كنستمروا في تقديم برامجنا، وهاد الساعه الثانيه دكتور عماد كنستقبلوا فيها اسئلتكم مستمعاتنا على رقم الاستوديو المباشر. فغادي نبداو طبعا ناخذوا الاسئله ديال المستمعات معنا على الخط. دكتور عماد، ملي كنتكلموا على بودره اللؤلؤ او لا بودغ دو بيرل، نعم، فاكيد شنو هو هذا اللؤلؤ وشنو هو الاصل ديال هذه البودره اللي كتستعمل ومعروفه والشهره ديالها في انها كتعطي واحد البياض وتوحيد اللون وتفتيح اللون ديال بشره الوجه. اكيد، وخصنا نسجلوا بان هذه 4 سنوات ولا 5 سنوات فحديث مغزل مع سناء الزعيم، هذه بودره اللؤلؤ دارت واحد لا طوندونس، يعني تكلمنا عليها كثير واللي ولات متداوله بزاف دابا في هذه الاونه الاخيره، في ماده التجميل او في مواد التجميل. غير هو خصنا نركزوا على بودره اللؤلؤ. بودره اللؤلؤ اذا الجوده ديالها كتكون في بودره اللؤلؤ ديال المياه اللي كتكون حلوه، يعني لودوس، ماشي المحارات اللي كتكون كتعيش يعني في البحر. هذا من جهه. من جهه اخرى، بودره اللؤلؤ اللي كتكون طبيعيه فهي كتخاد من اللؤلؤ
لان كاين بعض الانواع ديال البودرات اللي كيتخادو يعني من داك اللحاء ديال الداخل ديال الكوكياج او الداخل ديال المحارات، فهذه ما كتكونش صحيه. ولكن البودره ديال اللؤلؤ هي كتستعمل في هذا اللؤلؤ هذا اللي كيكون الداخل اللي كنعرفوه الشكل ديالو، والعديد كيعرف بان اللؤلؤ عنده مزايا كبيره. فمن المزايا ديال هذه البودره شنو فيها؟ فيها الاحماض الامينيه الاساسيه، مثلا الا غادي نهضروا على لا سيرين لا فالي لا ميثيونين، فهادو كلهم مواد او احماض امينيه مهمه. فيها الاملاح المعدنيه اللي كتكون مهمه جدا اللي كتصنع لنا هاد المحارات. وهذه التركيبه ديال ما بين الاملاح المعدنيه والاحماض الامينيه شنو كتعطينا؟ كتعطينا واحد التركيبه اللي كتعطينا تجديد البشره، ديال البشره ديالنا كيوقع فيها واحد التجديد. علاش؟ لانها كتخدم لينا على الكولاجين، فالكولاجين كيعاود يحيى وكيعاود كما نزيدو نذكروا به ان الكولاجين هو داك الاساس اللي كيهز لينا البشره ديالنا، او دوك لي بيلي اللي كيهزوا لينا البشره ديالنا. كيعاوننا في تحسين الدوره الدمويه على المستوى ديال البشره ديالنا، ودائما كنقولوا ان تحسين الدوره الدمويه ولا ما يسمى بلا ميكرو سيركيلاسيون سونغي اللي كتكون عندنا على المستوى ديال البشره ديالنا، فكتعطينا تغذيه كامله للبشره ديالنا بجميع المواد اللي كتصلح ليها. كتعاوننا في مرونه او اعاده مرونه المسام، وهنا المشكل ديال اتساع المسام. والاكثر من هذا فهي كتاثر مباشره على توزيع الميلانين على المستوى ديال البشره ديالنا، وهنا كتعطينا واحد النظاره. اذا الاستعمال ديال بودره اللؤلؤ كيعطينا واحد النظاره، واحد السر، واحد الحيويه للبشره ديالنا. طيب معنا عائشه من طنجه، صباح النور، وعندنا مكالمات من وزان من تارودانت ومن اكادير. اهلا بك. دايرين بخير؟ الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك عائشه، الله يبارك فيك، مرحبا بك على راديو اصوات. نحمق عليكم الصحه والبرنامج ديالكم تبارك الله، الله يجعلكم ديما متالقين وديما في الصداره. اللهم امين. اللهم امين. كيف صبحتوا وكيف صبحت سكينه مدينه طنجة بعد فجعه الامس؟ الله يختي البارحه، لا اله الا الله، زعما فرحه الله على الناس. انقطع الخط لعائشة، وطبعا غادي نعاودو ناخدوك عائشة، عاودي تتصلي بينا. غادي نمشيو الآن لتارودانت. شكون اللي معنا على الخط؟ نسيمة من وزان، أهلا بك نسيمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله نسيمة. اختي لك ممكن بغيت نهضر مع الدكتور عماد. مرحبا، تفضلي. مرحبا على راديو اصوات. ربي يخليك اختي، انا عندي واحد ثلاثه الاسئله الا كان ممكن. الله يرحم الوالدين. نتقاسموا معك بسرعه، يلا. شنو السؤال الاول اختي؟ السؤال الاول عندي ان الشعر ديالي خفيف بزاف، وكان لدرجه ان الجلده ديالي كتبان ليا من في الشعر ديالي. واخا درتي لي شي ترطيبه، شي صباغه، شي حاجه للشعر ديالك من بعد عاد وقع عندك هذا المشكل ولا كان ديما؟ لا، كان الشعر ديالي قوي، ومن بعد بقى كيطيح الراس حتى ولا لي خفيف مره، وما كان عندي قوي بزاف. واخا ما كاينش عندك فقر الدم ولا كتعاني من شي مرض؟ لا، عندي السكر. عندك داء السكري؟ داء السكري؟ اها. ايوا المشكل ثاني الدكتور كان ناض ليا حب الشباب في الوجه ديالي. ومشيت عند الدكتور ديال الجلد. وعطاني شي ادويه، المهم ارتاحت، ولكن بقى لي داك لاطراس ديال الوجه ديالي كترس ما كان حدا حدا بزاف هذاك الحبوب، ولا بحال الكلف كيبان. ايوا واخا. شنو السؤال الثالث اختي؟ السؤال الثالث ان عندي في الجسم ديالي ان المشكل ديالي ان غليظه من الفوق ومن تحت رقيقه بزاف، ما عرفتش شنو عندي. زياده في بعض المناطق. واخا. دابا انا المشكل ديالي غليظه من الفوق ومن تحت رقيقه بزاف. نعم. واخا، خليك في السيما. كنغلط غير من الفوق، ما تنغلطش من التحت. نعم نعم، صافي، خليك في الاستماع ان شاء الله، فانا غادي نجاوبك على هذه الاسئله، لان بزاف الاخوات غادي يعني غادي يحاولوا يطرحوا بحال هذه الاسئله باش نعطي واحد الجواب موحد ان شاء الله ونستافدوا اكثر. الله يرحم الوالدين. شكرا. الله يبارك فيك. مرحبا اختي. تحيه لكم بوزن نسيمه. نعم. سمحي لي عافاك. تفضلي يا نسيمه. شنو؟ الوجه ديالي عندي الحنك ديالي ديما حمرين، ما عرفتش من هي، ديما فيهم واحد الاحمرار، ما عرفتش من هي. واخا نجاوبك ان شاء الله على هذا السؤال هذا. تحيه لك. غادي ناخذوا اكادير، معنا من اكادير مراد، اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ياك استاذه بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك، مرحبا بك معنا البرنامج على راديو اصوات. بارك الله فيك، وتعازينا الحاره الفاجعه اللي وقعت في طنجة. الله يرحم الناس. اللهم امين. إذا كان ممكن بغيت نسول الدكتور على واحد السؤال عنده علاقة بالقولون عن الزوجة ديالي. أيه. مرحبا خويا. الزوجة ديالي هو هاد واحد شهور
ست شهور تقريبا عندها شي اوجاع اللي قاسحين بزاف في المفران ديالها. وكتجيها لا دياري. لا دياري تقريبا دابا راه شي 3 موا والدات ديالها كلها نشفات ليها. وفاش دوزنا عند الطبيب درنا لي زاناليز ديال لي سيل عطاوها قال لك عندها الفيروس ديال الاميبا. الاميبياز. الاميبياز. وعطاها تريتمون ديال 2 موا ما دار لها حتى شي حاجه. ومؤخرا عاود رجع لها داك الشيء بكثره. رجع لها بكثره وحتى الخروج عزكم الله. تنزل منه الدم. واخا قول لي واش هذا الطبيب اللي تبعتو معاه واش مختص؟ طبيب باطني. طبيب باطني. باطني. وعاودتو رجعتو عنده ولا ما عاودتوش رجعتو؟ ما بقيناش رجعنا ولينا مشينا لطبيب واحد اخر. طبيب اخر قال لنا الطونكو عطاكم الدواء فيه دو موا ما دار لكم والو راه بزاف. هو يعاود يخرج لي تحاليلها الطبيب واحد اخر وحاليا تنحاولوا كاينين اللي رونديفو بزاف يعطوك الطبيب على 6 موا على 6 موا باش تعاود هذا. وفاش كنطالعوا هكا في الانترنت كنشوفوا لربما خصها وقيله دير شي عمليه ديال لاكولوسكوبي والله اعلم. ما عرفتش. شوف السي مراد باش نتفاهموا انا وياك اخويا الله يشافي المدام ان شاء الله. شوف دائما اخويا دائما هذه كنقولها لك وكنقولها للاخوات وكنقولها لكل اللي كيسمعنا ملي كنتبعوا واحد الطبيب كنبقاو غاديين معاه لان دابا الطبيب ملي مشيتي عند الطبيب الثاني بحال يلاه عاوتاني غادي تبدا من جديد ياك. اذا مادام الطبيب الحمد لله انه لقى المشكل شنو هو ان هي لاميبياز ولاميبياز راه ما كاين في بعض الحالات راه ماشي غير شهرين ديال التريتمون اللي غادي يعالجها على حسب الدرجه ديالها وعلى حسب يعني داك فين وصلت هي في هذا المرض هذا بلاميبياز ياك هو اللي كيحتم علينا المده ديال العلاج. فانا كنصحك ترجع عند الطبيب الاول اللي لقى ليها المرض ياك وغتمشي عنده وغتقول له ودي راه هاد الشهرين خديناه باقي الامور كما هي وهو غادي يزيد يحدد لك. مادام طبيب باطني ما عندي ما نسالك انه هو الطبيب اللي خصك تقصدو في هذه الحاله هذه ملي كيستعصى علينا واحد الامر ما كنعرفوش. فالانترنيست مزيان هذه خطوه زوينه ولكن تعاود ترجع عنده عفاك اخويا وتقول لي اودي هذا الشيء راه ما قداش يعني راه باقي الامور كما هي هو غادي ينصحك هو غيبقى متبع معك الحاله وانا متاكد ان شاء الله بان غادي يلقى معك الحل اخويا العزيز. عرفتوا شنو المصدر ديال المشكل ولا ديال هذا الفيروس؟ عرفنا شنو هو المصدر ديال لا غتكون خدات لاميبياز ملي كنتكلموا عليها دكتور عماد شنو كنقصدوا بها بالضبط؟ هي تعفن واش هو فيروس؟ هي واحد نوع من الطفيليات اللي كتخاد وخاصه كتخاد من الاماكن اللي كتكون كنقولوا حنايا المستنقعات يعني شي بلاصه اللي كيكون فيها الماء راكد ولا الماء كيكون موسخ وكيتخاد يعني عن طريق الاكل ولا مثلا كنعوموا فيه ولا كندخلوا فيه ولا كنغسلوا شي حاجه كنقيسوها وكنقيسوا اليد يعني كنقيسوا ديك الماده بالفم ديالنا وداك الماء اللي كيكون عاكر بحال هكاك وهو اللي كيعطينا هذا المشكل هذا ديال لاميبياز اللي هي معروفه بهاد التعفنات خاصه كتقيس الناس اللي كيكونوا كما قلنا كيعوموا في هذه المناطق اللي كيكون فيها الماء راكد ولا كتكون على اتصال بهذه المنطقه هذه. كتصيب بالاساس الامعاء؟ كتصيب الجهاز الهضمي كتمشي الجهاز الهضمي وعندها مضاعفات خطيره جدا بحال هذه اللي شفنا دابا ان الاسهال اللي كيكون مفرط. سي مراد واش عندك سؤال اخر؟ اعتقد مادام انت متصل بنا الا وربما باغي تسول دكتور عماد واش هناك وصفه طبيعيه للمساعده ياك؟ تماما بارك الله فيك. واش الزوجه ديالي تقدر تساعد راسها بشي اكل معين مثلا اللي يعاونها يخفف عليها هاد الاوجاع وهاد شوف اخي اون اطوندون مثلا لقاو العلاج عند الطبيب غادي تلقى ان شاء الله غادي تلقى تمشي عند الطبيب كما قلت لك ترجع عنده غادي تلقى مع العلاج والله يجازيك بخير عافاك السي مراد الله يجازيكم بخير كامل اللي كتسمعوني. راه الانترنت ليس مرجع يعني باش ناخذوه باش نديروا تحاليل ولا نديروا عمليه ولا نديروا اي حاجه. فالمختص كنمشيو عنده كيشوفنا مباشره هذاك المختص اللي كيكون مكلف او المختص اللي عارف هذاك المجال ديالو هو اللي كنمشيوه وهو اللي كيعطينا التشخيص ديالنا. بالنسبه للزوجه ديالك شنو يمكن يساعدها؟ يمكننا نعطيوها معلقه صغيره ديال البروبوليس وغتعطيها جوج معالق كبار ديال العسل الحر كيف ما كان ماشي مشكل تخلطوا لها. لا ولكن العسل الحر فيه انواع دكتور عماد واش مثلا مراته تقدر تاخذ عسل الدغموس؟ تاخذ العسل يعني اي نوع أي العسل نوع ماشي مشكل لان هنا غيكونوا غير كمادات حنا غنصيبوا كمادات الامعاء غناخذوا معلقه صغيره الاساس ديالها هو البروبوليس فوالا البروبوليس والعسل الحر. اذا معلقه صغيره ديال العسل الحر وثلاثه ديال المعالق كبار ديال عفوا معلقه صغيره ديال البروبوليس وثلاثه ديال المعالق كبار ديال العسل الحر تخلطهم والمدام تاخذ
معلقة صغيرة في الصباح نص ساعة بعد الغداء بعد الفطور عفوا، وداوم عليها يوميا وان شاء الله غادي تعاونها، ولكن ماشي علاج ولكن ككمادات. اذا نعاودوا هذه الوصفة، غادي يمزجوا معلقة صغيرة ديال البروبوليس. سمعتي سي مراد كتقدر تسجل معنا، معلقة صغيرة ديال البروبوليس تتخلطها مع ثلاثة المعالق كبار ديال العسل، من الأحسن يكون عسل حر يعني طبيعي ماشي اللي غالب عليه السكر، وكتخلطوا غديروا في واحد القريعة ياك. وغادي تبقى الزوجة تاخذ نص ساعة من بعد الفطور مرة في اليوم يعني في الصباح من بعد الفطور ديالها إن شاء الله، كتاخذ نص ساعة من بعد الفطور شحال؟ معلقة صغيرة ديال هذا الخليط. تاكلها هكذاك؟ تاكلها هكذاك وتاخذها وداوم عليها وهي غتعاونها ككمادات ان شاء الله، ولكن بغينا يعاود يتصل بينا السي يعني دابا بحال غديرها بونسمون غاستريك اللي غينقص عليها الالم وغادي يكمد لها نعم شويه المصارن ديالها، ولكن ماشي هو هذا العلاج. راه قال لك دكتور عماد ان شاء الله شنو دير. دعواتنا للزوجه ديالك، شنو سميتها مراد؟ شنو سميت المدام؟ سميتها هناء. هناء، والله يخلي لك هناء. امين. شو وانا متاكده مراد على انه هناء غادي تشافى ان شاء الله وغادي تسترجع الصحه ديالها. عرفتي علاش؟ نعم. لانها محظوظه انه عندها رفيق درب الى جانبها الزوج اللي كيظهر انه كيحبها وكيعتني بها، وهذا راه نصف العلاج. الحمد لله، هذا فضل الله. بارك الله يخليكم لبعضياتكم. تحيه كبيره لكم مراد وهناء، دعوتنا لها بالشفاء يا رب. غادي ناخذ الان عائشه، ولكن قبل معنا حميده من طنجه. السلام عليكم حميده. السلام عليكم الاستاذه هناء، اهلا بك. مرحبا. الله يجزاك بخير. لا السلام عليكم دكتور عماد. مرحبا اختي. الله يجزاك بخير. عندي شي اسئله دكتور عماد. الله يجزاك بخير. يلا نتقاسموا معك بسرعه. واخا اول حاجه مهم بالنسبه واحد وصفه كيغاتين سيتي جبت نتيجه بزيونه بزاف ديال زريعه الكتان وديال حب الرشاد وديال الخروم الطحون. يعني ولكن انا دابا عملت مغروف حي وتيتيلا، مغروف الزريعه ديال الخروم الطحون، جوج مغارف ديال زريعه الكتان ومغروف حب الرشاد، وعملتهم على نص لتر ديال الماء، ما عرفتش واش نص لتر وربع لتر ديال الماء طايبين. نص لتر ديال الماء طايب. جات خفيفه شويش وهكذاك. ماشي مشكل، ولا طبخيهم حتى يعقد هذاك المحلول. ايوا خا دكتور. وسؤال الاخر دكتور، انا عندي غده رئيه خامله وختي شي عشبه تساعد تنشطالي، ومع العلم دكتور يعني ختي شي وصفه تعدي لها الحمل. واخا قولي عندك كتاخذي الدواء؟ كتاخذي الدواء الغده الدرقيه؟ كناخذ الدواء يوميا. انا كناخذ الدواء. فالغده الدرقيه اللي كتكون يعني عندها خمول او ما كتشتغلش مزيان فكناخذوا الدواء. وحاولي انك توازني التغذيه ديالك، يعني تاخذي غير تاكلي مزيان، تكثري من الخضار، تكثري من الماء، تشربي الماء بزاف، وان شاء الله غادي تعاونك، لان الالياف مهمه اللي عندنا في الخضار، الاملاح المعدنيه، فهذه كلها كتعاون في الغده الدرقيه باش كتشتغل. والحوت، الحوت حتى هو حاولي تدخليه في التغذيه ديالك. شنو السؤال الاخر ديالك اختي؟ شي وصفه تساعدني على الحمل دكتور؟ انا عندي فقر الدم وعندي غده درقيه خامله. الله يجزاك بخير، ما بغيتش ناخذ اي عشوب. واخا شفتي الطبيب؟ مشيتي عند الطبيب؟ مشيت عند الطبيب. وشنو قالت الطبيب؟ عندي عندك الهرمونات ضعافي شويش. نعم، فهنا شوف اختي في هذه الحاله هذه ملي كيكون عندنا الهرمونات ضعاف ضروري ما كيكون واحد العلاج هرموني، يعني كناخذوا هرمونات باش كنعوضوهم، لان الا ما تقادوش الهرمونات ما غاديش يمكن يكون التكوين ديال هذه الهرمونات اللي كتساعد. ولكن حميده كتقول لنا عندها فقر الدم، ومنين تكلمنا على هذا الموضوع في البرنامج ما عرفتش واش تبعتي معنا الحصه اللي تكلمنا فيها على الانيميا، تكلمنا عليها مع دكتورة سناء العناني وتكلمنا عليها مع دكتور عماد. انا كنصحك ترجعي للموقع ديالنا البوابة راديو اصوات نقطة ان او تدخلي البودكاست يعني لتسجيلات الحلقات وتبحثي عليها. ولكن دكتور عماد من التأثيرات المباشرة ديال فقر الدم اللي تكلمنا عليها هي انها كتكون عائق للحمل او كتنقص من الخصوبة. فشنو الوصفة باش غتنصح حميدة باش على الاقل تعاون راسها في فقر الدم؟ بالنسبة للغدة الدرقية عادة ما كتنصحش باستعمال الأعشاب. أكيد، وهنا كيتستعملوا الهرمونات. نعم. هما اللي كيتعطاو عن طريق الطبيب. بالنسبة للوصفة ديال فقر الدم فنستعملوا الوصفة اللي عطيتها لكم واللي كذلك كتستعملوها بزاف وعطات نتيجة. غناخذوا معلقة كبيرة ديال الكركادي، معلقة صغيرة ديال الفوة، غادي نزيدوا عليهم كاس كبير ديال الماء، كنديروه حتى كيغلى كتطلع الغلية الأولى، كنخليوه سبع ساعات، من بعد كنصفيو هذا الخليط هذا، كناخذوا نص كاس من هذا الخليط نص ساعة بعد الفطور يوميا كنداوموا عليه، وهكا على الأقل غنداوموا عليه مدة ديال ثلاثة أشهر، وإن شاء الله غادي يعطيكم نتيجة.
وتهلا في راسك والله يعطيك اللي فيه الخير حميدة. الله يكمل عليك بالخير. أكيد على أنه هذا الموضوع هذا ديال صعوبة الحمل موضوع اللي ولا فارض نفسه بقوة وسبق لنا تهوى تكلمنا عليه وكان وعدكم إن شاء الله نرجع له في حلقات مقبلة من حديث ومغزل. أهلا بك عائشة من طنجة. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك. شكرا بزاف. انا عندي سؤال خويا عماد الدكتور ديالنا. عندي بغيت نشوف هاد الوصفه وهاد البودره ديال هذا سميتو اللؤلؤ. بودره اللؤلؤ واش غتصلح لي ولا لا؟ عندي عندي دوك النقط كحل ايوه ولكن ماشي في لون واحد، يعني كتلقيها في الصفراء شويه بني، عاوتاني كتلقى داك البني مفتوح وقهوي شويه ميل الكحول، يعني النقط ما عندهمش لون متوحد. وعندي واحد السيكاتريس عندي قديمه بزاف، دابا راه تكون شي 15 عام ولا اكثر وما بغاتش تحيد. واش غتكون شي وصفه اللي غتساعدني او الطب او شنو؟ شوف انا غادي نطلب منك تبقاي معنا، غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤالك مع دكتور من بعد الفاصل. طيبه لكم سمعتنا، مرحبا بكم دائما معنا على راديو أصوات برنامجكم حديث ومغزل. تحية أيضا لكل من كيتابعنا عبر الصفحة الرسمية ديال فيسبوك سناء الزعيم أصوات. غادي طبعا نجاوبوا على أسئلتكم في هذه الحصة هذه معك دكتور عماد ميزاب. كنذكر بأنك دكتور في الصيدلة الاختصاصي في العلاج والتداوي بالأعشاب ورئيس الهيئة المغربية للمواد الطبيعية. غادي ناخذوا السيدات اللي معنا على الخط. معنا إذا عائشة اللي كان السؤال ديالها على البودرة ديال اللؤلؤ كيفاش صلاح التبييض. واش صلاح التبييض؟ نعم فهي من أهم الفوائد ديالها هو التبييض، وكان ناخذوا معلقة صغيرة ديال بودرة اللؤلؤ. نعم كنديروه مع ثلاثة ديال المعالق كبار ديال الحليب دافي لأن البروتين مزيان. كنخلطوا هذا الخليط، كنديروا كماسك على البشره ديالنا يعني الوجه والرقابه، نخليوه مده ديال نصف ساعه ومن بعد كنغسلوه. العمليه نديروها غير مره واحده في الاسبوع فهي كافيه، ونداوموا عليها دائما شحال ما عندنا هذه البودره ديال اللؤلؤ فنستعملوها بهذه الطريقه هذه. غادي تاخذوا فردوس معنا من اسفي. اهلا بك. سلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لاباس عليك؟ الحمد لله فردوس. تحيه لك دكتور عيمه. لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله. دكتور بغيت شي وصفه الله يجازيك بخير. جهت درعان كتافي كاينين نقط سوداء. بقع سوداء، بقع سوداء وبقع بيضاء، يعني ما عرفتش يعني اللون ما موحدش عندك في البشره ديالك. عدم توحيد اللون. اي وداك النقاط ماشي ديالنا، مش غير يعني عدم توحيد ديال البشره، البقع كبيره شويه. صغيره شويه. وبغيت نجي صباح شي وصفه انقاص الوزن من جهه البطن. واخا خليك في الاستماع ان شاء الله. الله يجزاك بخير. غادي نعطيك وصفه وان شاء الله غادي تفيدك باذن الله. مرحبا بكل فرح. مرحبا كل فرح. تحية لكم براديو أصوات طبعا كل من كيتابعنا بأسفي. نمشي للصويرة ومعنا خديجة. أهلا بك. أهلا. السلام عليكم. لاباس عليكم؟ الحمد لله خديجة مرحبا بك حديث ومغزل. الحمد لله كديرين انتوما؟ الحمد لله الله يبارك فيك. دكتور عماد مرحبا. شنو السؤال ديالك اختي خديجة؟ دكتور عماد الله يرحم الوالدين. أنا اللي سولتكم ديك النهار على راسي، دابا راه باطي فيا داك المرض ديال الراس. ايه 11 عام ولا 12 عام عادي. بغيت نسولكم واش غيبرع؟ عندي 4 ديال السؤالات. يلا بسرعة نتقاسمهم معك اختي. يلا نسولكم واش غادي يبرع راسي ولا ما غاديش يبرع. والسؤال الآخر ديال عن المشكل في النسيان، تنسى وما عنديش التركيز، ما كنفكرش مزيان. واخا السؤال الثاني. والسؤال الآخر عندي الدهون في البطن. ديك الوصفه ديال لويزا، الوصفه ديال الليمون اللي عطيتو ولويزا وهذاك ما بقيتش عقلت عليها. واخا نعطي وصفه ان شاء الله لنقص الوزن، لان حتى الاخت فردوس بغات الوصفه. واخا شنو السؤال الرابع؟ عندك شي واحد معك في الدار اللي غيسجل هذه الوصفه اللي غيعطيك دكتور عماد؟ ايه ايوا باش تزيدي في التليفون ويسمعوا معك ولا في الراديو ياك، باش شي واحد اللي معك في الدار يسجل معك الوصفه باش هكذا تاخديها هي هذيك، ما تمشيش تنسيها. خديجه عندك سؤال اخر واخير نزيدوه، شنو هو؟ هذاك قلت لك السؤال ديال راسي اللي واخا واخا. واش مشيتي عند الطبيب ولا ما مشيتيش؟ ده هو السؤال. لا ما مشيتش. ايوا واختي خديجه كيفاش غادي يمكن لك انك تعرفي شنو المشكل اللي عندك في الراس؟ حيت انا علاش دوزت لك السؤال الثاني؟ حيت قلتي لي وليتي كتنسي. فهاد الصداع ديال الراس اللي كيكون عندنا الحريق في الراس
كيقدر يكون عنده علاقه بالنسيان فضروري خصك تمشي تشوفي طبيب، طبيب ديال الراس راه كاين، راه عندكم في الصويره، والطبيب ديال الراس غيشوفك وغادي يعرف المشكل شنو هو، يقدر يدير لك الراديو، يقدر يدير لك بعض التحاليل وغادي تولي بخير وعلى خير ان شاء الله. اما الا ما مشيتيش عند الطبيب وبقيتي جالسه كتسناي، فاختي خديجه راه الراس ما غاديش يحبس وديما هذاك الصداع غادي يبقى وما غتعرفيش المشكل شنو هو، لان الحريق ديال الراس كاين ازيد من 45 مرض اللي كيكون المشكل ديالو هو حريق الراس، اذا ما يمكنش يكون غير تشخيص بحال هكا. فانا كنصحك ياك فهمتينا اختي خديجه تمشي عند الطبيب اليوم قبل غدا ديال الراس، وان شاء الله غادي يلقى معك الحل وغادي يلقى معك نتيجه وغتولي تفكنا بيبنى. خديجه انقطع لها الخط، نتمنى انه وصلت الرساله. فخديجه حنايا ماشي ما بغيناش نعطيوك الوصفه، ولكن ما نقدروش نعطيوك شي وصفه اللي ما تكونش هي الوصفه اللي غادي تصلح لك، لانه الدكتور عماده خديجه ما غيقدرش يشخص الحاله ديالك وما يقدرش يعطيك شي حاجه هو ما شافكش وما عارف شنو بالضبط الحاله ديالك. بالنسبه للسؤالين الاخرين غادي نرجعوا لهم ان شاء الله. طيب نمشيو ليلى معنا من الدار البيضاء ديما على راديو اصوات مباشره، اهلا بك. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور عماد. وعليكم السلام مرحبا. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. هذا واجب اختي مرحبا. انا عيغ بغيت نسول الله يجازيكم بخير. يلاه ولدت دابا تبارك الله التونيات. الحمد لله. مبروك. كيف عزك ان شاء الله. بارك الله فيك دكتور عماد. غير بغيت نسولك الله يجازيك بخير حيت كانت كرشي كبيره تبارك الله، ومن بعد ملي ولدت بقات عندي الكرش. شحال هذه باش ولدتي؟ دابا 4 موا شي با شهور دابا. ايوا بيني وبينك هو راه مازال بكري مازال. وخاصة تبارك الله الكرش اللي كتكون ديال التوام راه ماشي سهلة، كنتي تقلتي كثير في الاخر؟ بزاف كاع تنفخت. وشنو سميتي بعدا التويميا؟ ريم ومرام. ريم ومرام، وضروري نديروا لها شي تحية عبد الرحيم طبعا. بغينا شوية الفرحة راه طب لنا القلب من الفواجع ومن المشاكل. الله يحد الباس. فمبروك طبعا ليلى الزيادة ديال التويميات. كي دايرة أنت في صحيحتك لاباس؟ ليلى الحمد لله. شبعة شوية نعاس ولا والو النعاس؟ لا ما كاينش النعاس. وكاين شي عوين؟ كاين شي مساعدة؟ الحمد لله كاين مساعدة من طرف العائلة الحمد لله. إيوا شوفي اللي بغى يتعاونك ما تقوليلوش لا ما ترديهش. لا غير الناس منين يدخلوا عندك للدار يتعقموا، يحيدوا الصباط، يحيدوا المونطو، يغسلوا يديهم مزيان، ومن الأحسن يبقاو لك بالكمامة. أيه. لانه دابا انت عارفه هاد الظروف شويه صعيبه باش يحميوك. يحميو البنيات ديالك. ولكن اي واحد غيقدم لك المساعده ما ترضيهاش، وديك السويعه د المكانه ولو ساعتين د المكانه خديها دخلي استحمي مع راسك، استرخي، شبعي نعاس. عرفتي علاش؟ لانه هكذا باش انت غتحافظي على راسك. راه كنعرفو ما كايناش. ايوا حاولي دابا لانه 4 شهور دخلت الخدمه كاع خلاص يعني. وصعيبه هادي والله يعاون. ولكن أيه. شوف حاول تنظم هاد الوقيتات ديالك. علاش؟ باش ما كترجعش المرا عليها من بعد هذيك الفتره ديال ما بعد الحمل. راه كتقدر ترجع على السيده بالتعب، وانت دابا تبارك الله يعني كل شيء عندك مضاعف مضوبلي مضاعف. فخصك تحافظ على راسك. الله يوفقك ان شاء الله. امين اختي. الله يوفقك دكتور عماد. في هاد الحاله كنعرفوه على انه من بعد الحمل عادي كثير من النساء اللي الكرش كترخى بزاف. عاده كانوا بشحال هذه النساء منين كيولد دوك يبداو يديروا الصمطه كيتصمطوا. عمرك انت درتي ديك الصمطه؟ ما درتهاش بكري، انا درتها من بعد، ولكن ملي عاودت سولت قالوا لي هي كتزيد انها ترخي دوك العضلات. وهو بيني وبينك اليوم كاين الناس اللي كيايدوا، كاين الناس اللي ما بقاوش متفقين مع داك الصمطه. كاين يعني تيارات، كاين اللي مدرسه معاها، كاين مدرسه اللي ضد. واش زعما شنو ندير دابا الصمطه؟ حتى ملي كنبغيو نجمعوا هذاك يعني البطن فضروري ما كنديروا واحد المساج بزيوت اللي كترجع لنا المرونه، يعني هذا هو اللي كيكون الاساس، ان كنديروا داك المساج ديال المرونه ديال الاوزود اللي كترجع لنا المرونه، ومن بعد الا بغينا نديروا السمطه ماشي مشكل. فالزيوت اللي كترجع المرونه كاين زيت التين الشوكي، كاين زيت ارغان التجميل، كاين زيت اللوز الحلو، كاين زيت الجوجوبا، زيت البابون، شفادو كلهم زيوت مهمه. فاحنا نقدروا نديروا واحد التركيبه اللي بسيطه، ناخذوا 2 معالق كبار ديال زيت التين الشوكي باش نحافظوا عليه لان كنعرفوا الثمن ديالو، ولكن غادي نخلطوه مع 4 ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو. فهكا غادي يكون عندنا خليط مزيان، ناخذوا منه شويه ما نكثروش لان كيكون مركز، وكنديروا مساج بعكس عقارب الساعه في يعني البطن ديالنا او بعض المناطق اللي كنكونوا باغيين نقصوا منها كذلك، حتى هي كيصلح لها هذه الوصفه هذه، بحال السؤال ديال الاخت فردوس والاخت خديجه ديال النقص
في بعض المناطق، فكنديروا مساج بهذا الخليط هذا، مساج ديال 10 ديال الدقائق كل ليله وكنباتوا به، وكان شاء الله فهو كيعطينا فائده، ومع الوقت كتولي اللحم كترجع للحاله الطبيعيه. ما كرهتش من بعد ان شاء الله ملي تولي بخير تمشي شويه، تشرب شويه ديال الماء، شويه ديال الحركيه الا قدرتي انك تتمارسي الرياضه ديالك، وان شاء الله الامور غتكون بخير. شوف احسن حاجه ليلى، حاجه واحده اخرى اللي غنزيدك، لانه كانت الاخت ديالي تبارك الله حتى هي ولدت التويميات ومرات من هذا الشيء اللي كتعيشيه، احسن حاجه نصحك بها باش تجمعي كرشك ودغيا ما توخريش على هذه المساله بزاف، الا كتعرفي شي كيني شي مروضه طبيه مزيانه، كاينين اليوم واحد الحصص هذا الشيء راه سبقنا تكلمنا عليها ايضا في برنامج حديث ومغزل، وكنسلم كثير على فاطمه الزهراء الا كان دابا في الاستماع، اللي هي تبارك الله من اللي كاينه اللي كاينين في الدار البيضاء، وكيخدموا كثير مع النساء على لا 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 يعني ما بعد الولاده، ما بعد الوضع، ما بعد الحمل، كاينين حركات اللي بالتنفس والتمرين على التنفس والترويض العضلات ديال البطن من الاسفل الى الفوق كتساعد المراه على شد العضلات ديال هذا البطن، وبالتالي هي غتساعدك تاخذي دي موفمون وحركات وتمارين غتبداي ديرهم غير مع راسك في الدار. قلبي على هذه المساله، قلبي عليها، راه ان شاء الله غادي تلقاي فيها واحد النتيجه هائله جدا، غير تيخص تواظبي عليها ان شاء الله باش تعطيك النتيجه. اتفقنا ان شاء الله؟ ان شاء الله. وشوف يلا حنايا اليوم معاك غنفرحوا بالزياده وبالبنوتات، الله يحفظهم يترباو في عزكم ان شاء الله، وهذه تحيه ليك يا ليلى. هذه كنقول لكم مبروك وتهلاو في نفوسكم وتهلاو في وليداتكم. معنا رجاء من مراكش، حنا دائما مباشره معكم في حديث ومغزل، اهلا بك رجاء. السلام عليكم اختي سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور عماد كيداير بخير؟ الحمد لله. ملي كنسمع صوتكم اختي مرحبا، شنو السؤال؟ بارك الله فيك، كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا. مرحبا دكتور عماد، عندي واحد السؤال، عندي كلو باتي فونكسيوني شي 3 زون دابا كناخذ لي تريتمون مي اوكين ريزلت، الا كان شي وصفه طبيعيه الله يجزيك بخير. ممكن نسولك رجاء كيفاش كتعاوني راسك؟ شنو كديري الى جانب العلاج؟ شنو ليجين دو في؟ شنو العادات المزيانه اللي اكتسبتيها والعادات الخايبه اللي قطعتي معها في حياتك؟ انا كنحاول ناكل ماكله طبيعيه، اييه الخضار والفواكه، ولكن مع السطخس ديال الخدمه ولا شي شويه كنقطع السطخس كيمرضني. ها انتي قلتي داك الكلمه اللي هي العدو اللدود، قلتي السطخس اللي هي علاش داير كلشي. شتي علاش انا طحت عليك هذا السؤال؟ لانه واخا يعطيك دكتور عماد انجع واحسن وصفه، الا ما نقصتيش من السطخس ثقي بيا محال وشي حاجه تعطيك نتيجه، وانا ما كان ماشي تعجيزيه يعني، انا بالعكس انا دائما كيكونوا الجوابات ديالي فيهم الامل والتفاؤل، ولكن الحل الاول هو خصك تعلمي تميتريزي لو ستريس ديالك ياك دكتور. اكيد وهاد المساله ديال التعجيزيه، فلو ستريس كيعطيها التعجيز في بزاف ديال الامور انها تعالج. علاش؟ حيت لو ستريس كيعطي واحد الضغط كبير ديال اي بلاصه في الداس ديالنا، فاي بلاصه اللي كتكون ضعيفه شويه ولا فيها مشكل، فلما كنعطيوها لو ستريس كتزاد المشكل ديالها. فهنا نقدروا نعطيو وصفه للتهدئه، وصفه اللي غتساعد لينا الجهاز الهضمي ديالنا باش يرتاح ويكون فيه واحد الارتخاء، يعني يكون مرتاح. فغادي ناخذوا في هذه الوصفه ديالنا، غناخذوا النعناع الصوفي اللي كنرجع ليه ديما، لاميليس اللي مهم جدا في التوتر العصبي واللي امن ما فيش اعراض جانبيه، اذا ناخذوا النعناع الصوفي. غادي ناخذوا مرد الدوش اللي فيها لا مارجولين، حتى هي من المواد الجميله جدا للجهاز الهضمي ديالنا. وغادي ناخذوا الباديان اللي فيه لانيتول، هاد الماده هذه حتى هي ماده فيها جوج حوايج، انها مهدئه وفي نفس الوقت كتعطينا ارتياح للجهاز الهضمي ديالنا. ولا لاحظتوا في الطبخ دائما كنستعملوا هاد النجمه ديال الباديان ولا الباديان، لانها كتعاون على الهضم. اذا النعناع الصوفي، معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي يابس، معلقه صغيره من مرد الدوش، ونجيمه وحده ديال الباديان، كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى كيطلق، كنوليو كنصفيوه وكنشربوه كل ليله وكنداوموا عليه دافي، كنشربوه هكاك وان شاء الله غيعطينا نتيجه. رجاء. نعم. شحال في عمرك؟ 23 عام. 23 عام، تزوجتي؟ مازال عندك وليدات؟ مازال؟ لا مازال. واخا، وهذا لو ستريس دابا اللي كتعصبي شنو السبب ديالو؟ هي الضغط ديال الخدمه دابا في الدومين ديال لا سونتي. اييه.
وكين دابا لا شارج الخدمه بزاف واخا كنستريسي مع الخدمه واخا منين كتستريسي منين كتوتري ومنين كتنرفزي واش هادشي كيحل هذاك الصعوبه ولا ديك لا ديفيكولتي اللي كتلاقيها؟ لا ما كيحلهاش ولكن ولكن شنو كيفاش كيأثر عليك؟ ما كنبقاش ناكل كتمشي ليا الشهيه بمره. نعم شتي هاد السؤال اللي طرحتيه على راسك خدي مع راسك دقيقه كل مره تحسي براسك غتبدا العصبيه تشدك غتبدا تستريسي قولي مع راسي واش هذا هو هكا غنحل المشكل صح غتلقاي واحد الجواب وقولي ولكن الا هاد لو ستريس شدني انا كيفاش غنروح لداري في الليل كيفاش غنحس براسي من هنا ساعتين من هنا اربعه السوايع صح يلا ديري هاد التمرين بداي به توكلي على الله ان شاء الله هادشي اللي عطاك دكتور عماد تبعيه ولكن راه مره اخرى لكاع الناس اللي عندهم لا كولوباتي فونكسيونيل موضوع اللي سبق لينا تكلمنا عليه في حديث ومغزل كل الخبراء بالاجماع اليوم كيقول لك انه الحل ديال القولون العصبي واضطرابات الامعاء والجهاز الهضمي هي في انه الانسان يحارب شنو هو التوتر النفسي يعني لو ستريس دونك انا بقلبي معاك وانت قادره 23 سنه شوفي تبارك الله شحال مازال حاجه زوينه غتعيشيها في حياتك شكرا وحنا بغينا ان شاء الله من بعد تعاودي تعيطي لي وتقولي لي تزوجت وحبلت ودرت وليدات وليت كنعرف نجيغي لو ستريس ديالي وما بقى عندي حتى شي مشكل نعول عليك تبارك الله فيك شكرا جزيلا دكتور عماد اختي سناء شكرا جزيلا يلا حنا معاك رجاء بون كوراج نجيب الشفاء ان شاء الله ميرسي معنا أم هبة من مراكش أيضا تحية كبيرة للناس ديال مراكش في هذا الصباح أهلا بك أم هبة السلام عليكم شخبار العزيبة لا لا بس ربي يخليك الله يجزك بخير على هذه العزيبة بس عيط ياك والله يخليها لك ربي يخليك الله يجزك بخير عارفك بغيت نسول الدكتور الله يجزك بخير ودابا دابا خصنا نقولوا له الدكتور أبو فردوس أيه باش تهضر مع أم هبة شنو سميتك يا أم هبة شنو الاسم ديالك بشرى واش تي بشرى تبارك الله اسم غزال ربي يخليك مرحبا بك يا بشرى شنو سؤالك على العتوقة؟ بغيت نسولك بنتي عندها عامين اييه وهاد الايام بقات كتحك لي بزاف فاش خلات لها شعرها قلت لها داك بحال الصيبان بحال القمر صغوان اييه هادي اول مرة؟ اول مرة مع العلم اني مرحبا بك في النادي عندي مع العلم انني ما كنتلاقاش مع الناس يعني ما كنخرجهاش مع الدراري ما حتى شي حاجة شوف عرفتي علاش كنضحك معاك؟ باش نجريو على لو ستريس أيوه. لانه شوف راه ما كايناش شي دار ما كايناش شي ام اللي الطفل ديالها ما شدش الصيبان او القمل وخاصه ملي كيبداو يمشيو للمدرسه راه هادشي ولا عادي جدا وما تعصبيش باش تقدري ان شاء الله يعني تعالجي هاد المساله وانت واخده الامور غير بالخفه ديالها حيت والله ما تستاهلش انك تعصبي معاها ولا تقولي علاش ما انا ما غسلتش لبنتي داكشي عصبي وطراتي بزاف هكا كنقيل نقلب لها بشرى راه الشعر كل ما غسلناه كل ما الصيبان كيشدوا فيه غير باش نتفقوا هذه فكره مغلوطه الصيبان والقمل ما عندهمش علاقه مباشره بانه الشعر نقي او موسخ بالعكس يعني هذه واحد الطفيليات ودكتور عماد هو غيشرح لك وغيعطيك وتبعي نصائحه راها كتعطي نتيجه رائعه فعاله ومضمونه دكتور عماد اكيد بدا اول حاجه بدا القمل ولا الصيبان شوف باش نتفاهموا على المساله ودائما كنقولها هو ريح بحالو بحال الرواح بحال لاغري يعني السخانه بحال اي حاجه كتجي الوقت ديالها اذا ملي كيجي داك الريح كيطيح على الشعر ديال الوليدات علاش الوليدات لان كتكون عندهم واحد الافرازات ديال الدهون كثيره مع الحركيه ديالهم وكيكونوا كيتعرقوا وحتى ديك الجلده ديالهم كتكون باقا فتيه يعني حتى القمل ملي كيلصق في هذيك الجلده كيتغدى عليها وكيلقى المكان المناسب فانا غادي ننصحك بواحد الوصفه وصفه اللي عطات نتيجه ديالها اللي غادي ناخذوا فيها معلقه كبيره ديال زيت الزعتر معلقه كبيره ديال زيت الخزامه ومعلقه كبيره ديال زيت فليو اذا معلقه كبيره ديال زيت الزعتر معلقه كبيره ديال زيت الخزامه معلقه كبيره ديال زيت فليو غادي نخلطوهم غادي تدهني بهم الجلده ديال الشعر والشعر ديال البنيته هنا حاله خاصه غتخليها ساعه ونص لان هنا عندنا القمل فخصنا داك القمل ما يبقاش نخليوها ساعه ونص من بعد كتاخذي مشيطه اللي كيكونوا العوينات ديالها رقاق وكتولي كتمشطي الشعر ديال البنيته كيتمشط انت وجميع الاخوات اللي عندهم هذه المشكله ديال القمل ديال الوليدات من بعد كنغسلوا لهم الشعر ديالهم هذه العمليه غنديروها ثلاثه ديال المرات في الاسبوع نهاريه نهار لا وغادي نداوموا عليها مده ديال شهر
وهكا ان شاء الله ما غاديش يبقى عندنا القمل في الشعر ديال البنيته. اكيد التدابير ديال الوقايه في الدار اننا ناخذ ديك الرشاشه اللي كنرشوا على الملابس, نهويو الدار, نحاولوا ما امكن انها تهوى, نخرجوا داك الفراش يتشمش ونردوا البال, وان شاء الله الامور غتكون بخير. تهلا فيها وتهلا في راسك, والوقايه كتبقى دائما خير من العلاج. الى دخلوا القمل ولا السيبان للدار ضي البال لا, لانه ممكن حتى انت تعاداي, ممكن الى عندك اطفال واحد اخرين في الدار حتى هما يتعاداو, فممكن ديروا واحد المحلول اللي كيكون فيه الخزامه, وداك الريحه ديال الخزامه معروفه انها كتجري على هاد الطفيليات. كنديروا واحد الوصفه سهله سبقنا ايضا تكلمنا عليها, السيده غدير واحد الكاسرونه وكتطبخ فيها الخزامه. نعم. وداك الماء كيتصفى وكديريه في واحد القرعه اللي فيها ديك البخاخ باش كترشي, وكتبداي داك البخاخ كترشيه بالشد بهاد القريعات اللي كنديروا فيهم الموعقين بحال هادو, تغسل وديري فيها داك المحلول, وهذا المحلول بقاي ترشي به المخده ديال الطفل. الا عندك مثلا البنيات المشاطي تغسلوا بالماء سخون المغليان والخل ويترشوا بهذا الماء ديال الخزامه. الا عندكم دابا مع البرد الكولات ديال لي مونطو ديال لي فيست ودلي دودون حتى هما كيترشوا, الكارطاب الشكاره ديال الطفل ملي كيجي من المدرسه حتى هي كترش, لانها ملي كتعلق او كتحط في القسم كنعرفوا على انه القميلات كينقزوا. نعم. فهادو كلهم يعني اتواب او انسجه اللي كتشد القمل والصيبان, خصها طبعا نحاربوها بانه نرشوا فيها هذاك الماء ديال الخزامه. وايضا واحد لاستوس ملي كيكونوا خاصه البنيات كنديروا لهم البوندو الفيليلات لاستيكات, هادشي كله رشيه بداك الماء ديال الخزامه وعاد جمعي به الشعر ديال البنيه ديالك ملي كتمشي, راه فيه وقايه ليها وما يكون خير ان شاء الله. كل شيء كيدوز, كتجي واحد الحمله وكتدوز. دكتور عماد, باش نجاوبوا على الاسئله الاخرى اللي عندنا, واش الشعر كيخفف كسبب من اسباب داء السكري, واش كاينه علاقه؟ تقدر تكون ولكن ماشي علاقه مباشره. شنو الوصفه باش غتنصح السيدات اللي كيخفف لهم الشعر بحال نسيمه؟ اذا غنديروا وصفه اللي غنستعملوا فيها اليازير يابس والزعتر يابس. اذا اليازير والزعتر, فوالا المعلقه صغيره من اليازير اللي كيكون جاف يعني يابس, ومعلقه صغيره من الزعتر. كنزيدوا عليهم كاس صغير ديال زيت الزيتون, كنحطوه فوق حمام مريم او في حمام مريم مده ديال نص ساعه. نعم. نخليوه ليله دائما بحال باش المكونات تطلق في بعضياتها. نصفيو هذا المحلول وكنستعملوه كحمام زيت, اذا ندهنوا جلدات شعرنا وشعرنا نخليه ساعه ونغسلوه. العمليه كنديروا جوج المرات في الاسبوع وكنداوموا عليها مده ديال 3 اشهر. واش مره في الاسبوع كافيه؟ نقدروا نديروا مره في الاسبوع, لكن جوج المرات في الاسبوع غتكون احسن. الا كانت السيده تيطيح لها الشعر وخفاف لها بزاف وشعرها دهني ما كتبغيش تستعمل الزيوت او ماشي منصوح تستعمل الزيوت, كيفاش ممكن تحصل على الفعاليه ديال هاد النبتتين؟ نعم, اليازير والزعتر. فهنا الزيوت يعني الطريقه اللي درنا انها ساعه, وإذا تستعملت بهذه الطريقة فكان حتى الشعر اللي كيكون دهني كيمكن له يستعملوا هذه الوصفة هذه, لأنها ساعة وغادي تغسل وغتكون أحسن. علاش؟ لأن المواد اللي عندنا في اليازير والزعتر كتذوب في الزيت. نعم. البنات اللي عندهم حب الشباب وخلى لهم لاطخاس في الوجه ديالهم أو الأثر, هذا من الأسئلة أيضا اللي توصلنا بها. نعم. شنو الجواب ديالك؟ فغادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال غسول مدقوق ومغربل. نعم. غسول العادي ديالنا, غنزيدوا عليها معلقة صغيرة ديال الدقيق ديال القمح. إيه. وغادي ناخذوا جوج مع الكبار ديال الحليب سخون, نخلطوا هاد المكونات كاملين, نوضعوهم ماسك على الوجه والرقبه, نخليهم نص ساعه, ومن بعد كنغسلوا هاد الخليط كنديروه الا كان الاثر كثير كنديروه 3 مرات في الاسبوع, الا كان الاثر قليل كنديروه. نعم. 2 مرات في الاسبوع وكنداوموا عليه حتى كيصفى لنا الوجه ديالنا. ملي كيكون عدم انسجام في الجسم ديال المراه, كثير من السيدات كيسولوني مثلا السيده زايده في الوزن في واحد المناطق وعاوتاني نحيفه في واحد المناطق واحده اخرى. نعم, فهنا غادي نستعملوا الخرقوم بلدي, ولكن غنستعملوه بواحد الطريقه. بهذه الطريقه هذه غناخذوا جوج عريقات ديال الخرقوم, يعني الخرقوم عرق ما كنطحنوش, كناخذوا جوج عريقات ديالو وكنديروهم في كاس صغير ديال زيت نوار الشمس. واخا تكون زيت نوار الشمس ديال المطبخ اللي كنستعمل في المطبخ ماشي مشكل, كنحطوها فوق العافيه حتى كتطلع الغليه الاولى, كنخليو ليله هذا الخليط هذا باش كيطلق في بعضياته. من بعد هذا الزيت اللي كنحصلوا عليه كندهنوا به الجسم ديالنا, كنخليوه نصف ساعه ومن بعد كنغسلوا الجسم ديالنا, فهو كيعاون في التبييض ديال الجسم. نعم, حنا بقات لينا دقائق باش نختموا الحصه ديالنا اليوم, كتابعونا دائما عبر صفحه الفيسبوك. غادي نواصلوا معكم, يعني هناك بونوس اليوم, حصه غادي تستمر مباشره. مرحبا بكم على سناء زعيم اصوات الصفحه الاصليه والرسميه على الفيسبوك. الفردوس كانت سولت لينا على البقع, بقع بويض في الدراع ديالها او في اي منطقه من الجسم.
فهنا البقعة وتوحيد اللون ملي كيكون عندنا الخليط ما بين البقعة البيضاء وهذا السؤال رجع لنا كثير اليوم توحيد لون البشرة. فهنا غادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زيت السلمية وغادي ناخذوا معلقة كبيرة ديال زيت العطرشه لان هنا كتكون عندي بيغمونطاسيون خفيفة ضروري خصها هاد المكونات اللي كتكون. اذا اللي توحيد لون البشرة زيت السلمية جوج معالق كبار وزيت العطرشه العطرشه الجيغانيوم فهي موجودة يعني الجيغانيوم موجودة فعلا. نعم. جوج معالق كبار السلمية بالفرنسية لاصوج كانت واحد السيده كانوا بزاف السيده طلبوا مني عافاك بقاو تعطيونا الاسماء بالفرنسي ايضا. جوج معالق كبار ديال السلميه ومعلقه كبيره ديال العطرشه. نعم ديال زيت العطرشه هي 3 معالق الزيت ولكن خلطهم كنديروا بهم مساج كل ليله في البلايص اللي عندنا اللون غير موحد كتولي اللون ما بين القهوي ما بين الابيض المهم البقعه كتكون على شحال د الوقت تقريبا غيبدا يبان الفرق؟ فشهر ونص ان شاء الله غتولي كتبان النتيجه غير خصنا نداوموا يعني واضبوا عليها كل نهار زيت السلميه وزيت العطرشه بالطريقه باش نصحنا دكتور عماد لتوحيد لون البشرة. أيضا بالنسبة للمشكل البطن ارتخاء البطن بعد حمل أو وضع تبارك الله ديال التهميات أو ما شابه شنو هي أحسن طريقة؟ فقلنا استعملنا وصفة اللي درنا فيها جوج معالق كبار ديال زيت التين الشوكي فيك دو بارباغي وثلاثة ديال المعالق كبار ديال زيت اللوز الحلو نخلطوهم كنديروا بهم مساج كل ليلة. السيدات اللي عندهم الشحمة في البطن دهون متمركزة في البطن باش نقصوا من هاد الدهون فهنا غادي ناخذوا معلقة صغيرة ديال الزعتر ونص معلقة صغيرة ديال الزعيطرة يعني جوج ديال المواد معلقة صغيرة ديال الزعتر ونص معلقة صغيرة ديال الزعيطرة كنزيد عليهم كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق هذا الخليط هذا كنوليو كنشربوه في الصباح على الريق يوميا وكنداوموا عليه فهو كيساعد في حرق الدهون. بالنسبة لمشكل النسيان مشكل النسيان هنا فكيمكننا نستعملوا بعض النباتات مثلا الحرير الكبال اللي كيتباع في عند المشابات ناخذوا معلقه صغيره ديال الحرير الكبال كنزيدوا عليها كاس صغير ديال الماء المغلى حتى كيطلق كنصفيوه كنشربوه كل ليله كنداوموا عليه فهو كيعاون في تهويه الدماغ. كنشكرك دكتور عماد ميجاب كنذكر بانك دكتور الصيدله رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه.